وافق مجلس النواب في جلسة اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الملكية بشأن التوافق مع السلطة التشريعية في موضوع إعادة توجيه الدعم لمستحقيه. في جلسة مجلس النواب اليوم استحوذ بند الأسئلة على نصيب الأسد منها، ثلاثة منها كان يدور حول وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أحدها تسأل عن الاستراتيجية للوزارة لتطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق. أنا أتمنى اليوم أتمنى من الحكومة اليوم النظر إلى هذه المشاكل اللي صايرة وإلى هذه القرارات الموجودة، وخاصة بعد تجميد هذه المنطقة بحكم أن هذه المنطقة منطقة تراثية. إذا كانت فعلا على حسب ما يقال أن المنطقة تراثية وهي فعلا منطقة تراثية، فعلى الدولة اليوم تتقدم خطوات تستملك في هذه المنطقة وتطور هذه المنطقة للأفضل. كل المشاريع الحكومية وغير الحكومية تخضع إلى الاشتراطات البيئية، وهناك قرار وزاري رقم 1 لعام 1998 بشروط أو ضرورة الحصول على الموافقة البيئية على كل مشروع يتم تنفيذه. من خلال هذه الاشتراطات يتم التأكد أن هناك التزام بالمعايير البيئية والاشتراطات، وأن لا يكون هناك أي تأثير سلبي على البيئة. ومن ضمن الأسئلة الموجهة إلى الوزارة كان يتعلق بالمعايير البيئية التي من المفترض أن تلتزم بها الحكومة في مشروعاتها المختلفة. احتياجات هذه المنطقة خاصة بالنسبة إلى مواقف السيارات ومشاريع الترميم وبالنسبة إلى البيوت المهجورة أن يكون لها إزالة وتفتيش مستدام إلى هذه المنطقة، أوضحت إلى سعادة النائب جهود الوزارة في الخدمات خاصة بالنسبة إلى صيانة الطرق وأيضا تشغيل وصيانة الصرف الصحي في المنطقة. طبعا كان سؤال حول تطبيق مفهوم الإدارة البيئية فيما يتعلق طبعا بالشركات والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة. طبعا كانت إجابة سعادة الوزير وافية، ولكني ركزت على موضوع وجود المعايير، يعني هل هناك معايير بيئية موجودة تتم طبعا مراقبتها من خلال الوزارة ومن خلال المجلس الأعلى للبيئة. وقد ذكر سعادة الوزير مشكورا جميع هذه التفاصيل، وتشكر الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة على ما يقومون به من مجهود مميز. وفي بند المشاريع بقانون تم إعادة تقرير حول مشاريع البيئة إلى لجنته لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.